مساء الخير عليكم حبيبتي الغاليات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير، تكونوا بصحه جيده وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. كما راكم تشوفوا خياتي وحبيباتي توحشتكم بزاف وغيبت عليكم، وهذا هو السبب اللي غيبت عليكم. اليوم ان شاء الله نشرح لكم كل الظروف اللي مرت عليا ونقول لكم كاع واش كاين واش ما كاينش، وعلى بالي باللي غادي تعذروني تحسنوا لي العون. هذه هي مسؤوليه نتاع المراه اللي تكون متزوجه وخدامه في الدار وخدامه برا وتربيه تاع الاطفال. هذه هي المهم. كما راكم تشوفوا عميراتي اليوم جيتكم شديه خاويه، جيتكم فيديو شباب بزاف في اسعار جديده. كما راكم تعرفوا الاسواق نتاع حلوين وين يبيعوا لوازم الحلويات زادوا في كامل الاسعار نتاع لوازم الحلويات، وهذا المشكله راه كثير بزاف عند اللي يخدموا طلبيات. قال لك ما مش بغاو يشرو علينا باسكو الحلوى راهي غاليه، البري الاول ما خرجناش، الاسعار تبدلت بالقوه تاع السلعه، لهذاك الشيء اضطرينا باش نبدلو حنا هاني الاسعار تاعنا. ونقول لكم حسن عاونكم، حتى انا بدلت الاسعار تاعي والحمد لله ما بقاش مشكل مع الزبونه تاعي باسكو راهم عارفين كاع واش كاين، عارفين في الاسواق كيفاش راهي الدور، عارفين لي بخير لي راهم يدورو. هذه هي انايا جيتكم بمقتطفات من فيديوهات خدمتهم تاع طلبيات، هذه هي السبب اللي خلاني نغيب عليكم. غبت عليكم علاش؟ باسكو غبت عليكم كنت عندي طلبيات بزاف بزاف بزاف، كانوا عندي طلبيات نتاع حلويات، كما كانوا عندي خدمه في الورشه، كما كان عندي طلبيات نتاع فيونساي تاع حمايتي. نهنيها من هذا المنبر ونقولها الف مبروك، ونتمنى لك ان شاء الله عقوبه لزواجك، ونتمنى لك الطيب ان شاء الله. هنا كما تشوفوا اول حلوه اللي بديتها لكم اليوم اللي هي كاطو بريستيج بالمول تاع السيليكون، كنت سبق ودرتها معاكم ولكن بدلت في الحشو وفي التزيين وفي كل شيء. وهذا الصابلي اللي درته نتاع نيسونس، نحيي الزبونه تاعي من هذا المنبر اميره، نقولها الف مبروك وان شاء الله يتربى في عزك وعز بابا، وان شاء الله عقوبه للفرح نتاعها ان شاء الله. خدمت عندي هاد لي كاطو، هاد لي موديل تاع لي كاطو، كيما كتشوف هاد الصابلي كذلك بريستيج درتها بلا كريم وبيغ وتزيين زينتها بعجينه السكر. هاد الصابلي خدمتها لها ب 100000 الكيلو. كيما هاد الكحيك حيت لك تشوف تاع الماس كوكو جاو بزاف شابين، قلت لهم هاد التزيين انايا التزيين كيما تقولي الزبونه تاعي، واللون كيما تقولي الزبونه تاعي ندير لها نلبي لهم الطلب تاعهم. كذلك هذوك الحكايات خدمتهم 120000 كيلو، 120 في الكيلو، جاو بزاف هشاش وبنان وما نحكي لكمش في الذوق تاعهم شحال شابين. ان شاء الله ينالوا اعجابها وان شاء الله تاكلهم بالصحه والهنا عقوبه ان شاء الله الفرحه. ونقول لك الف الف مبروك ان شاء الله عقوبه كامل للبنات اللي راهم باقيين، ان شاء الله ربي يعمر حجورهم ويفرحهم كيما فرح كل وليه، ان شاء الله يفرح الباقيين اللي مازالوا، وان شاء الله ربي يرزقهم في اقرب وقت ان شاء الله يا ربي. كما قلت لكم خدمت هاد الكحيكات، وزدت نخبركم فينك قلت لكم ما جيت باسكو كان عندنا معرض، ما حطيت لكمش وصفات باسكو كان عندنا معرض نتاع الحلويات في ولايه بلعباس ومعرض شباب. ان شاء الله نحط لكم فيديو مور هذا نتاع المعرض، درت لكم مقتطفات وتلاقيت مع مشتركات في ذاك المعرض وعرفوني من الصوت تاعي، ونوجههم نوجههم تحياتي من هذا المنبر، فرحوا بزاف كي تلاقوا بيا. وهذا الكاطو اللي كتشوفوا فيه نتاع بنت حماتي اللي درتها لها تاع فيونساي، كيما كتشوفوا درت لها التمر المحشي كنت سبق ودرتها معكم، بدلت غير التزيين. هنا العرايش كنت سبق كذلك ودرتها معكم، كذلك بدلت غير التزيين، درت لها الورود بعجينه السكر، مخبز نتاع اللوز كيما راكم تشوفوا بالريشه درت كذلك معكم. هذا الصابلي ما درتهاش معكم بريستيج، ان شاء الله نديرها لكم. صابلي تاع الخاتم، صابلي هنايا تاع الاسم، وكذلك هنايا درت لها بلا ميلونج كيما راكم تشوفوا، زدت درت لها دي بوط اخرين، درت لها كميه ما شاء الله باش هذه الهديه اللي درتها لها باش توكلاتها للضيوف تاعها. انا درت لها الكادو تاعي هو الكاطو، ان شاء الله يعجبها وتفرح به ان شاء الله. كذلك درت لها هاد لابواط كيما راكم تشوفوا، درت لها ميلونج شباب بزاف وفرحت به الحمد لله، ونال اعجاب كاع الحضور اللي كانوا حاضرين تما وسقسوني على الوصفات. البنات هنايا كيما راكم تشوفوا هاد لي بخي، كيما هاد الصابلي نتاع البريستيج اللي قلت لكم على هذاك سون كويسون، الطبقه التحتانيه جايه صابلي، هذاك نخدمه هنا 120000 كيلو. المخبز هذا تاع اللوز نخدمه 150 في الكيلو، الكاطو تاع الخاتم نخدمه ب 100000 الكيلو، والعرايش نخدمه ب 140 في الكيلو، التمر المحشي نخدمه 7000 الحبه، نخدمه بلا بيس باسكو محشي بالمكسرات ومغلف بالشوكولا. كما تعرفوا الشوكولا لازم تكون نوعيه جيده، ماشي الشوكولا اللي نخدموا بها لي كاطو، تكون نوعيه جيده بس تكون شابه تكون بنينه في لوك. وانا نخدم بالوجدان شابه بزاف فيها كو شباب، وتعرفوا السعر تاعها شويه غالي، تنباع 250 غرام تنباع ب 18000 لا بواط.
مي معليش، مهم الجو يكون شباب. وانا ما نكذبش عليكم، دائما نقول للزبون التعير الاسعار. هنا هاد لي زيسكيمو طلبيه كذلك، واحده اخرى خدمتها تاع نيسونس، نقول لك الف مبروك حبيبتي، نحيي لك تحيه من هذا المنبر. هذا صابلي خدمتها تاع نيسونس، مخبز تاع الكوكا كيما راك تشوفوا، زينتها بهذا الزين تاع الورود، عجينه السكر ولي زيسكيمو درتهم بالصابلي بلا كريم او بيغ، وزينتهم بهذاك التزيين عجينه السكر كذلك. وهاد الكحكحات كيما راك تشوفوا درتهم كو دو بيستاج، وزينتهم بهاد لي بابيون، وهذاك الروز المنفوخ جاو بزاف شابين. هنا بالنسبه للسعر تاع هاد الكحكحات نخدمهم ب 125 في الكيلو، وال ها هما 125 كيلو. ونخدم لي زيسكيمو نخدمهم كذلك ب 135 في الكيلو، باسكو فيهم عجينه السكر ويشدوا اليد بالبزاف في التزيين تاعهم في الخدمه تاعهم. لازم تكون لا فينيسيون، تكون الخدمه متقونه. ونخبز نتاع الكوكا وكذلك نخدمه 140 في الكيلو. هذا الكاطو اللي قلت لكم بريستيج بزاف شباب، الحشو تاعها درتها بالنوتيلا وبالمكسرات وشباب بزاف. نخدمه كذلك ب 140 في الكيلو. هذه حلوه تاع رافايلو اللي هي ليسيكا رافايلو، درت وصفه واحده اخرى شابه بزاف البنات، ان شاء الله تنال اعجابكم. وهذا المخبز كما راكم تشوفوا كذلك نتاع البيبي، جا بزاف شباب وهشيش، هاني نخدمه ب 140 في الكيلو. وتاع رافايلو كما قلت لكم نخدمه ب 135 في الكيلو، محشي بالنسلي حليب محلى مع لانوات كوكو، زينته بهذا التزيين كما راكم تشوفوا. انا تزيين اختياري. هنا كما راكم تشوفوا كميات اللي درتهم، كاين فيديو اخر كذلك نتاع طلبيات ان شاء الله نديرها لكم في اقرب وقت، ان شاء الله نديرها لكم ونعطيكم الاسعار الجديده. وكاين وصفات بزاف شابه راني محضرتهم لكم باش نحطهم لكم ان شاء الله. يا ربي ينال اعجاب الزبونه تاعي. نحيي لك من هذا المنبر الرابعه، نقول لك الف مبروك لاختك، ان شاء الله تتربى في عزها، وان شاء الله عقوبه لك حتى انت ان شاء الله، عقوبه الباقيين نقول لكم ربي عمر حجوركم، ونقول لك الف مبروك وتاكلوا بالصحه والهنا ان شاء الله. يا ربي يكون نال اعجابك هذه المره وتفرحي بيه كذلك، تفرح به اختك. ونقول لك ان شاء الله ربي يجيب لك سويعه زينه ان شاء الله، تفرحي ببنيتك ان شاء الله. هذه هي البنات، ان شاء الله نوعدكم باش نحط لكم فيديو اخر مور هذا الفيديو نتاع المعرض اللي درناه في ولايه سيدي بلعباس، جاه بزاف شباب، ونوريكم كاع واش حضرت واش درنا. وكذلك نوريكم المقتطفات من الفيونسي تاع بنت حماتي، غير واش وجدنا ما كاميرا زعما واش جابو كاع، غير واش وجدنا واش درنا. نوريكم الكاطو اللي درناه اللي وجدناه وكيفاش زيناه وكاع. وكذلك نحط لكم فيديو مقتطفات نتاع لافيت اللي درناها تاع عيد الطفوله، مالغي راني روطار بصح معليش نحطها لكم. نوريكم واش درنا في مؤسسه المطمئنه فاميلي سكول اللي حليناها جديده، حلتها مدام سعاد، نقولها الف مبروك من هذا المنبر، نقول لك الف مبروك حبيبتي، عقوبه المشاريع اخرى ان شاء الله. حلت مدرسه خاصه بالاطفال سمتها فاميلي سكول، دير فيها بزاف التخصصات، ان شاء الله ندير لكم فلوغ عندها، نوريكم كاع واش كاين باش نتوما يعني تستفادوا. اللي تبغي تدفع ولدها ولا بنتها ننصحكم باش تروحوا، لان اكيد بزاف شابه وفيها صوالح شابين، ولادكم يتعلموا بزاف صوالح. انا واحده من الناس اللي غادي ندفع ولدي تماك، باسكو عجبوني بزاف لي بروغرام اللي راهم دايرينهم. ان شاء الله ندير لكم فلوغ، ندير لكم فيديو خاص غير للفامي سكول، نوريكم كاع واش راهم دايرين. هذه هي حبيباتي الغاليات، ان شاء الله ينال اعجابكم هذا الفيديو، ان شاء الله كنت خفيفه ظريفه عليكم، ونوعدكم ان شاء الله ما نزيدش نطول عليكم. بالنسبه للاخوات اللي سقسوا عليا في الهاتف وفي الماسنجر، نقول لكم راني لاباس شويه تاع يلا، غالب الخدمه برا والداخل والطلبيات، ولكن الحمد لله يا ربي على هذا الشيء كاع. الحمد لله، الحمد ربي ونشكره على النعمه اللي عطاها لنا، والحمد لله اللي سلك لي كوموند تاعي وخرجوا كيما كنت باغيه. هذه هي حبيبتي الغاليات، دوك ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم حبيبتي الغاليات، وما تنساوش ديروا جيم لا فيديو وتضغطوا على زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. ما تنساوش بارطاج لي تعم الفائده وتطلع القناه تاعنا كذلك. تهلاو في رواحكم حبيبتي الغاليات، نموت عليكم قانون. نتلاقاو في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.